كتير لسه قادرين نطير والعمر في أوله ومفيش شيء مستحيل وطريقنا لو طويل بالحب العمر في أوله ومفيش شيء مستحيل وطريقنا لو طويل بالحب نكمله ولسه الأحلام كتير لسه قادرين نطير والعمر في أوله ومفيش شيء مستحيل وطريقنا لو طويل بالحب نكمله. أحلى تابلو عملوه طبعا دلوقتي شفتوه من فريق باليه بناته بس للمدربة الجميلة سوزان منير، بشكرها جدا على التابلو الرائع منها وإن شاء الله هنلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله. بشكر المدربة الجميلة الأستاذة سوزان منير ومعايا الموهبة الجميلة محمود حسيني، يعني موهبة في العود ودارس بيدرس مزيكا. محمود أهلا بيك، برحب بيك في أسرار النجوم. أهلا، برحب وسعيد بحضرتك. ربنا يخليك محمود. يلا بينا نسمع حاجة، يلا الوقت ضيق معانا، نسمع حاجة من الحاجات الجميلة. ماشي. يلا ترجمة
الناس الجميل منك. يعني أنا بشكركم، بشكر جمهور الجميل اللي متابعيني دلوقتي في كل مكان، متابعي أسرار ونجوم. بشكر إدارة قناة الصحوة جمال الأستاذ عبد الحميد توفيق لرعايته لبرنامج أسرار ونجوم. شكرا وليد عمارة، شكرا كرو العمل الجميل محمود، شكرا لكم جميعا. بشكر أحمد عبد الحميد، كل الكرو العمل فدوى، بشكركم جميعا أستاذة فاطمة بوعجيل، كل الأزياء وكل الموجودين وراء الكاميرا، وألقاكم على خير، كل سنة وانتم طيبين. تحياتي أسرار الجمال، باي باي.